صفحة 103، اختبر نفسك حتى الدرس السادس في الوحدة الثالثة. السؤال رقم 1، 9 أس 2 معناها 9 تتضرب في 9، يعني 9 في 9 اللي هي الإجابة جيم. السؤال اللي بعده، المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي العدد إن مطروحة منه 5، يبقى إن هنقص منها 5 اللي هي الاختيار دال. الثابت في المقدار الجبري 2x + 3y + 4z + 5، 5 هنا هي إيه؟ الثابت نختار به. السؤال رقم 2، العامل المشترك الأعلى للعددين 15 و50 هو 5، يبقى أكبر عدد ينفع العددين اللي هما 15 و50 يتقسموا عليه 5. تعال نحلها كده مع بعض. عند هنا 15 عبارة عن 5 في 3، وال50 عبارة عن 5 في 10، وال10 عبارة عن 2 في 5. العامل المشترك الأعلى بينهم 5، لو حبينا نعملها بشكل فين بنكتب هنا 5 في 3 يديني العدد 15، تمام، وهنا الباقي عند 2 وهنا 5، 2 في 5 ب10، في 5 ب50. العامل المشترك الأعلى باخد المنطقة اللي في النص اللي هي التقاطع بين الدائرتين، يطلع العامل المشترك الأعلى. يبقى إجابتك عامل مشترك أعلى للعددين هيبقى بكام؟ هيبقى ب5. فهمته؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 2، كلما ابتعد العدد عن الصفر على خط الأعداد زادت القيمة المطلقة ليه. العدد كل ما يبعد عن الصفر عن خط الأعداد القيمة المطلقة بتزيد، لأن القيمة المطلقة عبارة عن البعد بين النقطة وإيه؟ والصفر، الإحداثي بتاع النقطة اللي بتقع عليه وصفر. كلما زاد، جه مثلا عند 3، جه عند 5، كل ما بيزيد قيمته بتزيد. فهمتوا؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 3، 9 ناقص 4 في 2 لترتيب عمليات حسابية، يعني أكتب 9 ناقص 4 في 2 ب8، و9 ناقص 8 بإيه؟ 1. يبقى إجابتك هنا تكتب إيه؟ 1. أبسط صورة للقيمة 3 أس 4، 3 أس 4 دي معناها 3 تتضرب في نفسها 4 مرات، يعني 3 في 3 في 3 في 3، 3 في 3 ب9، و3 في 9 ب27، 3 في 27 ب81. يبقى أبسط صورة للمقدار 3 أس 4، الحد الجبري اللي قدام القيمة بتاعته 3 في 3 في 3 في 3، تطلع بكام؟ 81. السؤال اللي بعده رقم 5، لإيجاد التعبير العددي 3 في 4 + 2 - 1 نبدأ بعملية إيه؟ الضرب. نبدأ بعملية إيه يا أولاد؟ الضرب. السؤال اللي بعده رقم 5، خلاص ندخل بقى على السؤال الثالث، أوجد قيمة التعبيرات العددية الآتية. جاب لي مسائل وعايزين نوجد القيم العددية. أول تمرين معايا رقم 1، طبعا بنبدأ من الشمال لليمين، الأسس أقواس اسم ضرب طرح جمع، اللي بيجي الأول بتحل الأول سواء اسم أو ضرب، والجمع والطرح اللي بيجي الأول بتحل الأول. يعني أنت عندك هنا 13 مسألة، ركز معايا، 13 ناقص 12 على 2، تكتب 13 ناقص 12 على 2 في 6، يبقى 13 ناقص 6 ب7. السؤال اللي بعده، 5 في 7 ناقص 2 أس 2 في 6، 5 في 7 ب35، و2 أس 2 ب4 في 6، أكتب 35 ناقص 4 في 6 ب24، وأطرح 5 ناقص 4 ب1 و3 ناقص 2 ب1، يبقى الناتج يطلع ب11. السؤال اللي بعده رقم 3، 7 زائد فتح قوس كبير جواه 4 ناقص وقفل القوس، فتح قوس تاني، 12 على 4، قفل القوس كل أس 2، وبعدين قفل القوس وبعدين أس 2 بره خالص على الناتج اللي هيطلع. نكتب 7 ونحل اللي جوه القوس، هنا 4 ناقص 12 على 4 فيها 3، يبقى 7 زائد 4 ناقص 3 ب1، 1 أس 2 ب1، يبقى 7 زائد 1 هيعطيني ناتج بكام؟ ب8. يبقى ناتج التمرين رقم 3 هيطلع بإيه؟ ب8. التمرين اللي بعده رقم 4، هنا 2 مضروبة في عمل مقدار كبير، وكتب جواه 3 أس 2 قوس أهو ناقص 1 زائد 5 أس 2
ناقص 15، هنا هسيب الاتنين، 3 أس 2 بتسعة، 9 ناقص 1، 5 أس 2 اللي هي 25 ناقص 15، 9 ناقص 1 بتمانية، 25 ناقص 15 يعطيك 10، 2 تتضرب في 8 من 10 18، 2 في 8 ب16، 6 ومعايا 1، 1 و2 2 و1 3، يطلع ناتج بإيه؟ 36. اوجد قيمة x للمقادير الجبرية الآتية حسب قيمة x المعطاة، يعني كل مسألة هنجيب الناتج بتاعها عندما x بتكون بقيمة معينة. أول واحدة بيقول لي اوجد قيمة المقدار عندما تكون x ب4. طيب أول تمرين، أنا عندي x أس 2 ناقص 3 جوه قوس مع مضاف عليها 5، وقال لي عندما x بتساوي 4، هعوض مكان الإكس بـ4، تبقى 4 تربيع ناقص 3 جوه قوس زائد 5، 4 تربيع ب16 ناقص 3 زائد 5، 16 ناقص 3 ب13، 13 زائد 5 هتعطيني 18. يبقى أول مسألة الناتج بتاعها ب18. المسألة رقم 2، عندما إكس ب3 اوجد قيمة المقدار 2 في 4 إكس ناقص 3 على 6، هنعوض مكان الإكس ب3، يبقى 2 في 4 في إكس، تشيل إكس وحط 3، ال 4 في 3 ب12 ناقص 3 على 6، يبقى 2 في 12 ناقص 3 هيديك 9 ناقص 6، دي قسمة يا ولاد، تمام؟ يبقى 2 في 9 ب18، اللي بيجي الأول بتحل الأول ضرب قبل القسمة، 2 في 9 ب18 على 6 هيطلع الناتج بكام؟ ب3. السؤال اللي بعده رقم 3، اوجد عندما إكس بيساوي 1 قيمة المقدار 10 إكس أس 3 ناقص 12 على 4. عندما إكس بيساوي 1، هنعوض مكان إكس بواحد، 10 في 1 أس 3 اللي هي 10 ناقص 12 على 4 فيها 3، تمام؟ عوض كده معايا أهو، إحنا حطينا الإكس بواحد، 1 تكعبة ب1، 1 في 10 ب10، يبقى 10 ناقص 12 على 4، هكتب 10 ناقص 12 على 4 فالتلاتة، 10 ناقص 3 بكام؟ ب7. يبقى الناتج هيطلع ب7 للسؤال رقم 3. آخر مسألة، سؤال رقم 4، أوجد قيمة المقدار عندما إكس بيساوي 2، 7 مضروبة في إكس أس 4 ناقص 5، عندما إكس بيساوي 2، يبقى هضرب أكتب 7 بره القوس كده وأقول له 2 أس 4 ناقص 5، يبقى 7 في الناتج اللي هيطلع 2 أس 4، 2 تتضرب 4 مرات يطلع 16 ناقص 5، يبقى 7 في 16 ناقص 5 ب11، 11 في 7 هيعطيني 77، يبقى ناتج المسألة هيطلع ايه؟ 77 للسؤال رقم 4.